هي لقد أتيت، هل تنتظرني منذ زمن؟ قلت لك ألف مرة لا أحب أن يقاطعني أحد وأنا أدرس. ألم تقرأ ما هو مكتوب؟ ممنوع الدخول. ظننت أنك تمازحني. ألم ترى أن الشارة حمراء؟ هذا يعني ممنوع المرور، أتفهم؟ انتبه جيداً، ألا ترى ما هو مرسوم على الباب؟ هذا يعني ممنوع الدخول. لكن هذا بيتي، والباب مصنوع على هذا الشكل. أرجوك لا تحرجني، لن تدخل يعني لن تدخل. أبي! الآن صحيح، ممنوع الدخول. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.